تبارك الله العجينه السائله تبارك الله ديال البيتزا جات غزاله الصلاه على النبي رطبه والله ما كتهز كاع من سميتو هانتوما تبارك الله غزاله التعميره ديالها جات واعره تبارك الله هذه العجينه السائله ديال البيتزا عودوا العيالات ديروها تبارك الله ناجحه 100% وجربوها وردوا عليا تبارك الله وديروا لي ابوني وشكرا بزاف كم لاباس بخير مرحبا بكم في قناه شيوات فاطمه المغربيه اليوم ان شاء الله غادي نوجد مع خوتي البيتزا سائله سهله مهله تبارك الله بسم الله عندي هنا نص كاس ديال الزيت مخلط مع زيت لاسير مع زيت العود عندي هنا واحد 3 ديال الكيسان ديال الحليب دافي بسم الله توكلنا على الله ونبي رسول الله معايا الطريقه سهله هاد 3 ديال الكيسان عورتهم بهذا الكاس العنبه وهاد العجينه تبارك الله ديال البيتزا سائله تبارك الله سهله بلا ما تقد لك ولا ما تقد تعدم معاها بلا ما تمحن لا ما تبقى طيح صحتك مع البيتزا نهائيا انا غادي ندير خميره عندي هنا الزعتر على قياسي عندي هنا جوج معالق ديال العسل عندي جوج معالق ديال العسل تبعوا معايا الطريقه انا غادي نخلط هادشي هنا الخميره هادشي على ما تذوب الخميره وغادي ندير ان شاء الله البيتزا تبعوا معايا الطريقه البيتزا ديالي دابا غادي نخلي الخميره تذوب شويه انا عبر هنا 5 الكيسان ديال الفرص تبعوا معايا بسم الله بسم الله ونبي رسول الله بحال هكا راه ما كدلك ها ما والو تبارك الله ساهله الطريقه ديال البيتزا لما تضربوا تماره تجي تبارك الله سائله العجينه ديالها غزاله انا كندير هنا واحد القوصه ديال الملحه والملحه على حسب الذوق ديالكم دائما نقصوا من الملحه الملحه خطيره دائما نقصوا من الملح ها العجينه السائله تبارك الله ديال البيتزا شوفوا كي طالعه طالعه غزاله غير هي تضربوها مزيان هكا بهذا الخلاط بحال هكا تبارك الله كطلع غزاله بحال هكا صلاة النبي كطلع واعره بلا ما دلك بلا ما ضرب تماره بلا ما تقيل تكلف نفسك معاها ها هي تبارك الله شوف العجينه ديال البيتزا باش نقول لكم انا الطريقه ديال البيتزا اللي بغى يديرها يا العيالات وناجحه 100% غتكون العجينه ديالها تبارك الله بحال الكيكه ها نتوما العجينه ديالها بحال الكيكه جاريه تبارك الله غزاله مطلوقه تبارك الله مازال كنضرب فيها بهذا الضرب بحال هكا تبعوا معايا جينا قديثة جينا السائلة تبارك الله ديال البيتزا هنا قديثة دابا ندوز معاكم العناصر ديال البيتزا وجدتها تبارك الله من قبل ما بغيتش نقوي لكم فيديو طويل بزاف هادي عندي البصلة مقلية بشوية زيت العود الفلفلة هي مطيبة عندي بزيت العود اللي ما عندوش الطون بلا ما يكلف نفسه اللي عندك في دار قضي بيه عندي هنا زويتينات هما تا هما زويتينات نزوق بيهم عندي هنا هذا الفرماج الفرماج هذا نحكو فوق البيتزا ضروري البيتزا كيجي معاها الفرماج عندي مطيشه هنا محكوكه مصفيه تبارك الله عندي غير مطيشه ديال الدار ما عنديش مطيشه ديال الحك هذه هي مطيشه الغزلان ديالي اللي كنت شاركت معكم اللي كنت طيبتها وسلقتها وصفيتها ها هي فين هي هي باش عادي نقضي دابا تبارك الله واللي عندكم في داركم قضوا به تبارك الله وهكا السكر ديالكم طالع فاعل تعرف الصلاه النبي غادي نكوب العجينه ديال البيتزا في الطاوه وهاد الورقه ديال الزبده هذه راه طيبت فيها الكراس وبقات ليا هكا راه نقيه تبارك الله غير كيبان الاطراس ديال الكريسات في هاد الورقه نتوما تبعوا معايا الطريقه الغزلان ديالي سائله تبارك الله هاد العجينه صلاه النبي غزاله العجينه طلقتها في المقله تبارك الله طلقتها في الطاوه شاهدوا معايا انا دابا غادي نحك لها الفرماج ضروري من الفرماج هو الاول بحال هكا كتمشي معاها كامله بحال هكا حكوا شويه عطيوها الخطر عطيوها الخطر هذه البيتزا هذه سائله الا ما عطيتوهاش الخطر راه ما كد ما غادي تزدق لكمش عطيوها الخطر بزاف تبارك الله كتجي واعره تبارك الله شويه الفرماج فوق العجينه مباشره عاد ندير الفلفله وندير ان شاء الله كلشي ديالها كتجي رائعه بحال هكا عطيوها الخطر هاد العجينه السائله كتبغي الخطر كتبغي شي اللي بنادم يكون معصب صافي تبارك الله حنا دابا الفرماج هو الاول عاد نديرو الفلفله ونديرو تبارك الله المسائل ديال البيتزا انا غادي نبدا بالفلفله ان شاء الله
انا كضروري اللي فاتكم نقول ليا مزيان باش ملي كديرها الفرن كذا حتى شي طيب بزاف تجي غزاله رطبه تبارك الله. هذه البيتزا هذه تجي رائعه الصلاه النبي، هي وجه الوليدات ان شاء الله ديروها لوليداتكم وفرحوهم تبارك الله. دغيا كتوجد ما فيهاش العذاب، انتم الصلاه النبي غزاله تبارك الله كتجي واعره. عندي هنا عاوتاني بصيله، هي بصيله عاوتاني بحال هكا كنمشي معها كامله، عاد كنحك عاوتاني الفرماج من الفوق. هنا غادي ندير الطون، الطون تبارك الله وغزال تبارك الله. تبعوا معايا الطريقه كتجي واعره الصلاه النبي. هذه البيتزا سائله ضروري يكون عندكم الطون في الدار، ولا عندكم الكفته، عندكم الصدر ديال الدجاج، اللي عندكم في الدار قضيو به تبارك الله في داركم مع وليداتكم بلا ما تكلفوا نفسكم، بلا ما تزيروا راسكم. اللي عندكم كفته ديروها، عندكم صدر الدجاج، عندكم الطون، اللي عندكم تبارك الله في الدار قضيو به. المهم تسهلوا عليكم مطيشه، ديروها سائله وديروها في الميكا. انا ما كنديرش مطيشه لتحت، كنديرها الفوق بحال هكا. كنبدا غاديه مع هكا الطاوه تبارك الله بحال هكا كامله. الدهشوشي نهائيا دائما يديكم طرقوا يديكم مع الحاجه تبارك الله، ملي كتلقوا يديكم مع الحاجه غير كتزدق تبارك الله وكتسربيو بحال هكا تبارك الله. العيالات هانتوما الغزلان ديالي، ديروا لي ابوني وتبعوا معايا الطريقه الغزلان ديالي، وديروا لي المشاهده وابوني لايكات ديالكم. الله يسهل علينا وليكم، عاونونا الغزلان ديالنا، الله ينوركم، الله ينور طريقكم. انا عاوتاني اخرها لي هذه ديال الفرماج، هانتوما هي الغزلان. تبعوا معايا الطريقه، تبعوا معايا الطريقه وديروا لي ابوني وما نساونيش دعموني معاكم الغزلان ديالي. ها هو كسكروط الوليدات واجد صلاه النبي، ديروها لوليداتكم وفرحوهم كتجي واعره بلا ما تعجنها بلا ما تدلكها بلا ما تقطعها صغيره صغيره هكا كتعذب. ديروها كبيره وديروها في الطاوله ديالكم وهانتوما تبارك الله مفرحين وليداتكم. احنا وجدناها الفرن ان شاء الله وندخلها طيب، وملي غادي طيب غادي نقدمها مع خوتي كي جات تبارك الله البيتزا سائله. ها كندير الزيتون ملي تخلي لي الفران، انا كندير فوق منه شويه الزيتون. الزيتون على الاختيار ديالكم، عندكم ما عندكمش بلا ما ديروه بلا ما تكلفوا راسكم على الزيتون. انا كندير عندي واحد الحبيبات زيتون اللي كنديرهم. الزيتون هذا العام سبحان الله ما كاينش، الله يقوي علينا الخير هذا العام ان شاء الله. انتم المشاهدين ديالي تبارك الله كندير هادشي شويه بشويه، كنزوقها من الفوق وصافي. الزيتون عزيز علينا ضروري من الزيتون الكحل. ها انتم يا الغزلان ديالي فرر هذا كيسخون، غادي ندخلها الطيب. تبعوا معايا الطريقه ديال البيتزا السائله تبارك الله. ها هما دابا وجدات تبارك الله، الزويتنا ديرناهم صلاه النبي. شوفوا تبارك الله الشكل النهائي ديال البيتزا، شوفوا صلاه النبي غزال تبارك الله، جات واعره غزاله تبارك الله. هانتوما يا صلاه النبي جات واعره مهشي تبارك الله. العجينه السائله تبارك الله ديال البيتزا جات غزاله صلاه النبي، رطبه والله ما كتهز كاع من سميتو. هانتوما تبارك الله غزاله، التعميره ديالها جات واعره تبارك الله. هاد العجينه السائله ديال البيتزا عودوا العيالات ديروها تبارك الله ناجحه 100%، وجربوها وردوا عليا تبارك الله وديروا لي ابوني وشكرا بزاف.